السلام عليكم يا اساطير، رجعنا بفيديو جديد. فيديو اليوم شرح الحدث الجديد. اول واحد في اليوتيوب يشرح هذا الحدث. حدث كالاتي: اول حاجة تدخل الاحداث وين هزت الشخصية ذيك المجانية، راني هبطت على فيديو مهارة متاعتها. اول ما تدخل الاحداث ترص على الثالثة، ارفع المستواك. الاحداث هذوك تنهبطوا على فيديو اخر. الحدث الاسطوري: الناس كل تقدر تشري الحاجات هذوم بالفلوس. هذا هو الحدث. اول ما تدخل تستنى شوي حتى تشارجي، واول ما تدخل الحدث تلقى كل شيء بالفلوس. صح اخويا الغالي، كان انت اول مره تشاهد هذا المقطع حط اللايك والاشتراك يا اخويا حتى ننزلوا كل احداث جديد. المهم اول ما تدخل الاحداث هنا فما تخفيضات، انت طلع هيرويك، طلع هيرويك ديامو. المهم انت وين مستواك في السكو؟ تنشروا كل عندنا الفلوس ولا خوف، تنشروا كل المتجر. تحس روحك علي عمر لما تهبطوا المتجر هذا، تحس روحك علي عمر هاكا تحرق في المتجر الكل، تشري فيه من الاول. اللي خليكم واني نشري في الصناديق والاسلحة وكل شيء. يا متابعين الاساطير متركزوش على الصوت، راهو المايك على قد. مشاهدة ممتعة للجميع، وتفرج وشوف كيفاش شرينا الحديث الكل. المتجر كامل حرقناه، حرق المتجر مجاني. لا تقصر معنا باللايك والاشتراك وبرتاج لاصحابك اللي ما يعرفوش الحدث هذا، واستنوني في مقطع جديد الاحداث الجديدة تنزل في فري فاير. سلام، بحبكم كتير.